ياسما شو بكي؟ جاي تخرب شي بعد ما خربته ولا؟ ليش هيك توترتي؟ هي أبشع أيام حياتي عم عيشها فوزي. شو صار؟ شو قالت لك عمتك؟ خيي شكله عم يفوتنا بمشكل جديد هو وسلمى. خليني عيشي معكم. يا بشرم عليك. يعني بعد في عذاب أكتر من هيك؟ بتعرف شو يعني تحب حدا يتركك؟ هو المجرم وهو النصاب. الجزء الثاني من ما في رح يجي نهار وانتقم منك أستاذ فارس. يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.